السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، نكمل حل الأسئلة المرشحة لمادة الامتحان الوزاري. عندنا هذا السؤال من الأسئلة المهمة، هو قيمة الثابت كي. ما قيمة الثابت كي لتجعل جذري المعادلة؟ هذه المعادلة زد تربيع زائد 16 يساوينا كي زائد 4 زد متساويان. نقول الحل طلاب. أول شيء طلاب ترتب المعادلة. شو نرتب المعادلة؟ لازم أصفرها، يعني زد تربيع وراها يجي هذا الزد هنا، يصير ناقص كي زائد 4 زد زائد 16 يساوي 0. سويت هذا كي زائد 4 زد جبتها ونص وخليتها هنايا، هسه طلع الاي هنا صاير 1 يم الزد تربيع. اطلع البي اللي هو الكي زائد 4 بس اشارته سالبة، وطلع السي اللي هو 16، وطلع السي اللي هو 16. زين، بعد شو اقول؟ اقول مميز يساوي لنا بي تربيع ناقص 4 اي سي. هسه المميز يساوي لنا البي قيمته سالب، خلي بقوس كبير، كي زائد 4 كل تربيع ناقص 4 اي. الاربعة الاي جد قيمته 1، اي قيمته 1، والسي قيمته 16، والسي قيمته 16. المميز يساوي لنا سالب، يروح بالتربيع يبقى عند الكي زائد 4 كل تربيع، ناقص 4 في 1 4 في 16 يساوي لنا 64، يساوي لنا 64. هسه شوف طلاب ايش قايل لك، قايل لك الجذران متساويان، يعني مقصد المميز يساوي لنا 0. يعني نصفر المعادله، تصير عندك كي زائد 4 الكل تربيع ناقص 64 يساوي لنا 0. هسه ال 64 وين اوديها؟ اوديها هنا، 64 اوديها هنا، راح شو تصير عندي؟ تصير عندي كي زائد 4 الكل تربيع يساوي لي 64، يساوي لي 64. هسه نقول بجذر الطرفين، بجذر الطرفين، يعني قصدي يا طلاب احنا كأنما جذر بجذر، هيجي هذا الطرف وهذا الطرف، فالتربيع يروح ويا الجذر، يبقى عندي بس الكي زائد 4 وجذر 64 موجب سالب 8، موجب سالب 8 جذر 64. هسه ايش راح تقول؟ تقول اما كي زائد 4 يساوي 8، او كي زائد 4 يساوي سالب 8، يساوي سالب، يعني مرة ناخذ الموجب مرة ناخذ السالب. إذن الكي يساوي لي 8 ناقص 4، الكي يساوي لي 8 ناقص 4. إذن الكي يعني 4 تودي هنا تصير سالبة، الكي راح يساوي لي 4، أو تودي الأربعة هنا كي يساوي لي سالب 8 ناقص 4، إذن الكي راح يساوي لي سالب 12. مجموعة الحل طلاب، مجموعة الحل تساوي لي 4 بسالب 12، 4 بسالب 12. أتمنى طلاب افتهمتوا هذا السؤال، سؤال مهم جدا ومرشح للامتحان الوزاري. طلاب يعني ممكن تتغير أرقام، ممكن مكان 16 يكتب لك 8، واضح؟ بس تبقى الأفكار نفسها، الفكرة نفسها. أتمنى طلاب استفادية، شكرا لكم، مع السلامة.